مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات تتجدد ونتحدث فيها عن السياسة في كندا، عن الأحزاب الكندية، عن القضايا الكندية المختلفة. وهذه المرة بدأنا بحزب الخضر بعد أن انتهينا من الحديث عن حزب المحافظين. كنا في الحلقة السابقة نتحدث عن حزب الخضر، عن مكوناته، عن طريقة تقسيماته، عن هيكله، وتحدثنا عن أهم قياداته ومشاركته الحزبية. واليوم نستأنف الحديث عن حزب الخضر بأفكاره، وأكثر قليلا عن أحواله وإنجازاته الانتخابية. لو استعرضنا بشكل سريع حزب الخضر بعد الترحيب بضيوفنا الأكارم، والحقيقة ضيوفنا هم مثل ما بنقول إحنا بالعربي معزبين، يعني أهل مكان وأصحاب مكان نلجأ إليهم في نقاشاتنا حول السياسة الكندية وحول الأوضاع في الأحزاب، لأنه حقيقة نتحدث معهم بكل حيادية، نتحدث معهم بدون تحيز لأي اتجاه، نتحدث معهم بشكل أكاديمي وبشكل منهجي. نرحب بالدكتور نور القادري والمهندس حسن غية، أهلا وسهلا بكما. أهلا بكم وبجميع المشاهدين والمستمعين، أسعد الله مساءكم جميعا. أستاذ حسن غية، هل لك أن تختصر الحديث الذي جرى بيننا في اللقاء الماضي حول حزب الخضر بشكل عام فيما لا يتجاوز الدقيقتين حتى نستأنف، حتى يكون معنا الأصدقاء المشاهدين بالصورة؟ تحدثنا في الأسبوع الماضي عن تاريخ هذا الحزب، وهو حزب كما نعرف جميعا حزب حديث العهد، وبالتالي بدأ في ثمانينات القرن الماضي، وصل لمرحلة الآن أنه عنده 3 نواب في المجلس في الفيدرالي في الحزب في البرلمان الفيدرالي، ليس عنده أي عضو في مجلس الشيوخ. هو حزب يعتبر بالنسبة للسياسة الكندية حزب يساري، أو بالأحرى وسط اليسار أو يسار الوسط كما شئنا تختلف التسمية، ولكنه بشكل عام وإن كان قد بدأ حزبا متخصصا بمسائل البيئة، هو الآن حزب لا يزال يدافع عن قضايا البيئة، ولكن تشعبت اهتماماته، فهو يطالب بالعدالة الاجتماعية، طبعا يطالب بالتمثيلية الديمقراطية أكثر مما هي حاليا، يطالب بالديمقراطية النسبية بشكل عام. هذا والقضية المهمة جدا، وآمل أن يتسع لنا الوقت اليوم أن نتحدث عن مؤتمر اختيار زعيم جديد للحزب، لأن هذا ما قد يهم ويجب أن يهم المشاهدين، لأن هذا الحزب عنده انتخابات في خريف هذا العام لانتخاب زعيم جديد يحل محل إليزابيث مي التي استقالت بعد الانتخابات الفيدرالية الماضية، والذي يهم المستمعين أو يجب أن يهم المستمعين هو كيف أن بإمكان المواطن على الكندي من أصول عربية الذي يستمع لنا الآن، كيف بإمكانه أن يساهم في التأثير في السياسات الكندية. وهذه إحدى المناسبات عندما يكون هناك انتخابات لاختيار زعيم جديد بأي حزب، وعندما نتحدث عن انتخاب زعيم جديد نتحدث أيضا عن انتخاب عن اختيار برنامج جديد وأيديولوجية. ليس بإمكان نتحدث عن أيديولوجية بشكل كبير، ولكن على الأقل توجهات سياسية قد تهمنا كمواطنين كنديين، وقد تهمنا أيضا كمواطنين كنديين من أصول عربية. هذا هو بشكل عام، وإذا كان هنالك أسئلة خلال البرنامج سنتحدث عنها، وأخي العزيز الدكتور نور إذا كان هنالك أي شيء للإضافة أو للتصحيح أهلا وسهلا. طيب نشكرك مهندس حسن. دكتور نور، الآن دعنا ندخل بالعمق في أفكار الحزب. يعني لو تحدثنا عن فكر الحزب في التعليم، ما هو فكره في التعليم، في السياسة الخارجية، في موضوع اللجوء والمهاجرين،
ناخذها واحده واحده. بالطبع حزب الخضر هو كجميع الأحزاب لديه ما يسمى ببلاتفورم أو منهج كامل لإدارة السياسات، له مواقف على جميع المستويات. بالمنظور التعليمي مثلا هذا يتبع أكثر إلى المقاطعات. نحن نعلم في كندا مثلا التعليم هو تحت جناح المقاطعات، ويمكننا أن نتكلم عن هذا الموضوع على حدة في وقت. أما بالنسبة للموضوع الفيدرالي وما ينطوي تحت الأمور الفيدرالية من السياسة الخارجية بالتحديد، الهجرة، الدفاع وما إلى ذلك، حزب الخضر كما أشار أخي حسن هو حزب ناشئ، لم يتسنى له أن يقف مواقف حساسة في مواضيع السياسة الكندية على جميع المستويات، لكن كان له بضع نقاط فيما يخص السياسات الخارجية. أنا بتكلم عن السياسة الخارجية، فمثلا إليزابيث ماي والتي هي كانت زعيمة الحزب منذ العام 2006 حتى أواخر العام 2019، كانت قد اختصرت بمواقفها أكثر ما يكون في الحزب. وهذا ليس بشيء جديد على جميع الأحزاب. زعيم الحزب قد يقرر معظم سياسات الحزب. طبعا عندما يفوز أحد ما في بزعامة الحزب يكون لديه تيار أو مجموعة مؤثرة تعنى بالسياسات المحيطة بزعيم الحزب، ويكونون في أغلب الأحيان من نفس النهج. فمثلا في الأحزاب الأخرى عندما نرى حزب المحافظين مثلا، ستيفن هاربر ليس كبرايان ماروني وليس كبيتر مكاي. بالنسبة للحزب الليبرالي، بيان أليوت ترودو وجون كريتيان عن يسار الحزب الليبرالي هما ليسا كبول مارتن وجاستن ترودو. يعني بيان أليوت ترودو يختلف كليا عن ابنه جاستن ترودو بالنسبة للسياسة الخارجية. هنالك فرق شاسع بين الاثنين، ونحن نتكلم عن الأب والابن في نفس الحزب بفترتين مختلفتين بالنسبة للزعامة. لم يكن هنالك اختلاف كبير في الحزب المحافظين، كون إليزابيث ماي هي أول نائب ينتخب عن حزب الخضر، عفوا عن حزب الخضر داخل تحت قبة البرلمان. الآن الحزب لديه ثلاث نواب. جانيكا أتوان هي حديثة العهد، انتخبت في العام 2019، وكذلك بالنسبة لبول مانلي الذي انتخب في العام 2019 مرتين، انتخب المرة الأولى في انتخابات فرعية والمرة الثانية في الانتخابات العامة في أكتوبر من العام 2019. هؤلاء النواب لديهم مواقف، مثلا بول مانلي معروف بالنسبة لمواقفه في السياسة الخارجية، فهو كان أحد المرشحين الذين لم يوافق عليهم حزب الـ NDP عندما كان بزعامة توماس مالكير، والكل يجمع على أن مواقفه من المسألة الفلسطينية هو ما حدا بتوماس مالكير عدم الموافقة عليه كمرشح لحزب الـ NDP، ومن ثم انتقل إلى الحزب الخضر، وهو لديه مواقف مميزة بالنسبة لفلسطين. هو والده الذي كان نائبا سابقا عن حزب الـ NDP وذهب على الفلوتيلا لفك الحصار عن غزة. إليزابيث ماي كانت بمؤتمر حزب الخضر، والذي مرر ذلك الحزب كان هنالك الجاستس كريتيك أو ما يسمى وزير العدل في حكومة الظل في الخضر ديمتري لاسكاريس، وهو الآن أحد المرشحين لزعامة الحزب. كان قد وضع ما يسمى بسياسة للدراسة أو ريزوليوشن حول مقاطعة الوظائع التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية، البي دي اس، بويكوت، ديفستمنت اند سانكشن.
ونجحت هذه السياسة في المؤتمر العام لحزب الخضر، مما أدى بإليزابيث ماي إلى أن تعلن موقف أنها ضد هذه السياسة وأن تغير، واستقال على أثرها ديمتري لاسكاريس من وزارة الظل. دكتور نور، يعني مواقف حزب الخضر بشكل عام بالمجمل من القضايا والقضية الفلسطينية كانت مواقف جيدة بشكل عام إيجابية، إلا هذا الموقف ربما كان فيه شيء. السيدة إليزابيث ماي كانت قد وقفت هذا الموقف، والبعض يقول أنه كان تأثير أروين كاتلر عليها، والذي هو كان نائبا في البرلمان ويعتبر من أهم أساتذة حقوق الإنسان، لكن بالنسبة لأروين كاتلر حقوق الإنسان تقف على حدود فلسطين، وهو من أشد الصهاينة الذين لا تعني لهم هذه القضية سوى ما يكون في مصلحة إسرائيل. اسمح لي، كانت السيدة إليزابيث ماي نعم. غيرت موقفها فيما بعد عندما انضمت إلى نواب، إلى لائحة نواب الصداقة الفلسطينية الكندية، وكانت هي أحد نواب الرئيس الثلاثة لتلك المجموعة، وذهبت مع 18 نائبا من كل الأحزاب في جولة إلى فلسطين، وعادت وكانت قد غيرت رأيها 100%، وكانت قد وقفت بالمرصاد في المناظرة العامة في الانتخابات في العام 2019 للسيد أندرو شوير زعيم حزب المحافظين، عندما وقفة قوية مع إسرائيل، كانت قد وقفت مقابلا له في نفس المناظرة وساندت القضية الفلسطينية، وقالت أنها ذهبت ورأت الأمور عن كثب وما يسمى بفيرست هاند، وكانت مواقفها جيدة بالنسبة لفلسطين. اسمح لي دكتور نور، حتى يعني ناخذ الأمور بشكل ببعض العمومية بعدين ندخل إذا كان هناك تفصيلات. خلينا ننتقل للشق التعليمي والاقتصادي. أستاذ حسن، كيف ترى فكر حزب الخضر في المسألة التعليمية والقضايا التعليمية والاقتصادية؟ طبعا لنرحب أولا بالدكتور جمال اللي لحق بنا متأخرا لظروف خاصة، كان بيشتري كباب فاحنا كلنا معزومين عنده اليوم. ظروف مبررة. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بالجميع وبالدكتور جمال. إجابة على سؤالك أستاذ محمد، كما تفضل الدكتور نور، القضايا التعليمية بحسب الدستور الكندي هي شأن المقاطعة، ليست بشأن الاتحاد الكندي، وبالتالي الأحزاب الفيدرالية بشكل عام ليس لها مواقف محددة، أو على الأقل ليس لها مواقف تفصيلية بالمسألة التعليمية. ولكن بشكل عام الحكومة الفيدرالية عندما تتدخل بالتعليم تتدخل من ناحية دعم الجامعات مثلا، من ناحية دعم برامج البحث العلمي وهكذا. حزب الخضر كما هو معروف، بما أنه حزب يساري، يشجع بشكل عام مساعدة الجامعات ومساعدة التعليم، ولكن بشكل عام ليس عنده الفرصة. طبعا هو حظوظه بالوصول إلى السلطة حظوظ ضئيلة جدا، ولكن كبرنامج يعني هو يعتبر من مؤيدي التمويل الحكومي، أو على الأقل الدعم الحكومي للجامعات ولمراكز البحث العلمي. المجال الذي يختلف فيه اختلافا جذريا حزب الخضر مع الأحزاب الأخرى هو من الناحية الاقتصادية. من الناحية الاقتصادية هو طبعا مع العدالة الاجتماعية، مع محاربة الفقر ومساعدة الطبقة، إذا بإمكاننا أن نقول الطبقة المسحوقة أو الطبقة أو المهمشين في المجتمع بشكل عام. هذه من الأمور التي يدافع عنها، إضافة لدفاعه عن قضايا البيئة وحماية
وحماية البيئة، هو موقفه متقدم كثيرا بالنسبة للآخرين. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن البيئة بشكل عام، الأكثر تقدما هو حزب الخضر، يليه حزب الديمقراطي الجديد، ومن ثم الليبراليين، وفي آخر المطاف نجد المحافظين. ويجب أن نعرف نقطة مهمة، حتى وإن كان حزب صغير كحزب الخضر، حظوظه بالوصول إلى السلطة حظوظ قليلة، ولكنه يؤثر بطريقة مباشرة، بطريقة غير مباشرة، بالبرامج الانتخابية للأحزاب الأخرى، ويؤثر أيضا في النقاشات في البرلمان. يعني كما قال الدكتور نور عن موقف إليزابيث ماي بالنسبة للقضية الفلسطينية، طبعا هي لم تصل إلى السلطة ولم تكن وزيرة للخارجية، ولكن نقاشا كهذا يفتح عيون الكثيرين، وبالتالي يدفع الأحزاب الكبرى لأن تأخذ بعين الاعتبار هذه المواقف. كمسألة الدفاع مثلا، حزب الخضر مثلا، وإن كنا نحن ككندا عضو في حلف شمالي الأطلسي، ولكن حزب الخضر هو من الأحزاب التي تتردد كثيرا قبل الدعم أي تدخل أو مغامرة عسكرية لحلف شمالي الأطلسي ولدخول كندا في حروب يشنها حلف شمال الأطلسي، أو كما يقولون عادة الناس تقول الناتو، ولكن هي بالعربية حلف شمال الأطلسي. وبالتالي يعني من هذه الناحية حزب الخضر لا أتصور أنهم وصلوا لمرحلة أنهم عندما يدخلون المعارك الانتخابية يدخلونها للوصول إلى السلطة، بقدر ما يدخلونها للتأثير على البرامج الانتخابية للأحزاب الأخرى، آملين أنه في المستقبل القريب أو البعيد أن يصلوا إلى السلطة، إما عن طريق مباشرة أو أن يكونوا عضوا في تحالف ما. طيب دكتور نور، بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إحنا بنشوف بعض الأحزاب أقرب إلى السياسات الأمريكية، بعض الأحزاب ربما تكون أبعد قليلا، بعض الأحزاب تقف في منتصف الطريق، أين يقف حزب الخضر في هذه العلاقة؟ وياريت تعرج لنا قليلا على مسائل الهجرة واللجوء وهذه السياسات. دعني أصحح شيء في المضمار العام بموضوع الأحزاب. نعم. حزب الخضر ليس لديه سياسة واحدة، ولا كل الأحزاب لديها سياسة واحدة. حتى عندما يتغير زعيم بحزب ما قد يغير سياسته. فمثلا عندما تغير جون كريتيان من زعامة حزب الليبرالي إلى بول مارتان، نقلة نوعية في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والدفاع ومجارات الأمريكيين في حرب أفغانستان أكثر فأكثر. وهنا هما زعيمين من نفس الحزب، فلا يمكننا أن نتكلم عن سياسة واحدة لحزب، سياسة لحزب الخضر. السياسات تتغير بتغير الأوقات وبتغير زعامات الحزب. اليوم نحن أمام انتخابات جدية لزعامة حزب الحزب الخضر. هنالك 10 مرشحين، لدينا أناس من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. هل هنا يبدأ تحديد السياسة للحزب؟ 100%. وإذا كنا نريد أن يذهب حزب الخضر باتجاه معين، علينا أن ننخرط وندعم المرشحين في ذلك الاتجاه، لأن زعيم الحزب قد يختصر الحزب في أغلب الأحيان، وهذا ما نراه في كل الأحزاب الكندية. فالجهات المؤثرة التي تدعم لوصول زعيم ما لزعامة الحزب هي قد تؤثر في السياسة العامة للحزب. مثلا دعم الطلاب لحزب الخضر على السياسات البيئية التقدمية لحزب الخضر حدا
بحزب الخضر إلى أن يأخذ في عين الاعتبار مطالب الطلاب التعليمية وأن يكون له سياسة في التعليم، إضافة على سؤالك السابق بموضوع تويشن فيز أو الأقساط المدرسية. حزب الخضر كان دائما يطالب الحكومة الكندية إلى تخفيف الأقساط، إلى دعم المقاطعات لتخفيف الأقساط، إلى دعم الجامعات بالمنح التعليمية، وإلى دعم المؤسسات التي تخلق فرص عمل للطلاب مثل الانترنشيبس. فهذه كانت في صلب سياسة حزب الخضر، وهذه السياسة جاءت من خلال حركة الطلاب من داخل حزب الخضر، من بداية من دعمهم من البيئة، ومن ثم حزب الخضر بالنسبة حتى الآن بالنسبة لسياسة الهجرة. أيضا كما أشار أخي حسن في البداية أن حزب الخضر حتى الآن هو يصنف في وسط اليسار، في يسار الوسط أو وسط اليسار، يعني هو ليس حزبا يمينيا بالنسبة لسياساته. وعندما نقول حزب يساري أو وسط اليسار أو يسار الوسط، دائما نرى أنه تقدمي بالنسبة للبيئة، تقدمي بالنسبة للتعليم، تقدمي بالنسبة للهجرة، فهم مع دعم لاجئين أكثر بالقدوم إلى كندا، مع دعم التعددية الثقافية multiculturalism والpluralistic society الموجود في كندا، دعم الأمور التي تختص بمساعدة المهاجرين الجدد. فمثلا رأينا حزب الخضر في أكثر من مرة يطالب بما يسمى بالrecognition of foreign credentials أو مساعدة على الاعتراف بالشهادات الجامعية من خارج البلاد، حتى يسمح للأطباء والصيادلة والمحامين مثلا مزاولة مهنهم عبر النقابات بطريقة أسرع وأفضل. فسياسة الحزب في يسار الوسط كانت تجعله دائما حزبا تقدميا، هذا ما رأيناه تحت جون روسو وجيم هاريس وإليزابيث ماي. كيف سيكون تحت الزعيم المقبل؟ هذا رهن بما سيحصل في الانتخابات المقبلة، والتي ستكون من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر على مدى أسبوع كامل، ومن ثم يعلن زعيم الحزب في 4 أكتوبر، وبناء عليه هذا الزعيم سيخط مساره. كان هنالك ثلاث مناظرات في الأسبوع الذي مضى، في 21 شهر و 23 و 24 شهر من بين المرشحين، وكان هنالك تباينات بمواقفهم على شتى الميادين حتى في البيئة. يعني قد يكون موضوع البيئة هو الأكثر تماسك بين الجميع، أما بالنسبة للأمور الأخرى من ناحية الاقتصاد أو السياسة الخارجية أو الذهاب بالحزب يسارا أو يمينا، كان هنالك خلافات بين جميع، وكنا نرى بين العشر مرشحين 12 سياسة مختلفة. هل بشكل عام يعني الحزب هذا ينتمي له الشباب أكثر من غيره من الأحزاب حسب يعني الإحصاءات الموجودة؟ حاليا مسجل لدى الحزب بحدود 24,000 عضو، حدود 15% من هؤلاء الأعضاء هم في 7 رايدينغز في الفانكوفر آيلاند، وهنالك بعض المناطق يكاد يختفي فيها الحزب. فمثلا في الخمس دوائر في برامبتون هنالك 69 عضو فقط في 5 دوائر، يعني قد يكون في كل دائرة عائلة واحدة مثلا أو عائلتين، فلا يوجد له وجود في بعض الأماكن. عادة leadership conventions أو الانتخابات زعامة الحزب، كل المرشحين، هنالك 10 مرشحين، يستقطبون الناس الآن للانخراط في حزب الخضر. يتوقع أن يوصل أعضاء حزب الخضر بين 60 و 70 ألف
بعد هذه الجولة، ومن ثم سيكون لديه وجود أكثر في عدة أماكن. بالطبع كون وجود نائبين في الانتخابات في حاليا من بريتش كولومبيا، وكان هنالك 4 أو 5 نواب 5 مرشحين جاءوا في الصف الثاني وكادوا أن يخرقوا أو يربحوا مراكزهم، هذا يحبذ قوة الحزب في فانكوفر آيلاند، وكان دائما على هذا الدعم على أمور تختص بالسياسات البيئية. ما رأيناه في الانتخابات المقاطعة في برنس إدوارد آيلاند، كان الخضر متقدمين دائما في استطلاعات الرأي وخسروا الانتخابات بشيء بسيط أمام المحافظين، فالمحافظين فازوا ب 12 عضو والخضر جاءوا في المركز الثاني بتسع أعضاء في تلك المقاطعة، وهي أول مرة يأتي فيها الخضر إلى الأوبوزيشن أو حكومة الظل المباشرة في أي مقاطعة. الخضر انتخبوا عضوا واحدا في جولف في أونتاريو مثلا، وهي المرة الأولى التي يصبحها. فمن هذا المضمار يمكننا أن نقول أن الحزب أكثر هو في منطقة أو منطقتين في الشرق الكندي وفي بريتش كولومبيا. جزء مهم جدا من سؤالك، يشكل اليوث ما نسبته حوالي 20% من هؤلاء الأعضاء، وهي أكبر نسبة بالنسبة لكل الأحزاب. تفضل أستاذ حسن، كان عندك تعليق. هو فقط توضيح النقطة الأخيرة التي ذكرها أخي الدكتور نور عن وجود في جولف أو في جزيرة الأمير إدوارد، هي عن الانتخابات في المقاطعة طبعا. لا، نحن حديثنا اليوم عن الانتخابات عن الحزب الخضر على الصعيد الفيدرالي، ولكن عندما تحدث أخي الدكتور نور عن المعارضة الرسمية في البرلمان، هو برلمان المقاطعة، وكذلك النائب في عن جولف كذلك في المقاطعة، في مقاطعة أونتاريو. هذا فقط للتوضيح. نقطة مهمة بالنسبة لنسبة الشباب في حزب الخضر، طبعا الحزب هو حزب حديث، وكذلك يعتمد بشكل كبير على الدم الجديد، وكما لاحظنا بشكل عام الشباب، نشوة الشباب ونشاط الشباب وأحلام الشباب تدفع الشباب ألا يسيروا كمسارنا نحن حول التصويت الاستراتيجي، وكيف بإمكاني أنا أريد أن أصوت لمن عنده فرصة للنجاح. يعني أنا مثلا أعرف كثير من الأصدقاء لو ترك الأمر لهم، لو كانت المسألة منافسة عادلة، لكانوا صوتوا إما للخضر أو لحزب الديمقراطي الجديد. ولكن دائما في آخر لحظة الكهول بشكل عام، ولا أهاجم الكهول ولا أهاجم أحدا، ربما هي خبرة الحياة أو التخوف من المستقبل أو كذا، يصوتون بشكل عام تصويتا كما يسمى تصويتا استراتيجيا، بينما الشباب يصوتون حسب عقائدهم وحسب عواصمهم. أستاذ حسن، خارطة الحزب، حزب الخضر، ما هي نسبة العرب فيها؟ التواجد العربي داخل حزب الخضر كيف هو؟ ليس عندي أرقام رسمية، ولكن حسب خبرتي الشخصية عددهم قليل. نرى أنه في يعني كإدارة حزب نرى أحد المرشحين الآن السيدة حداد هي من أصول عربية، ومثلا ديمتري لاسكاري زوجته عربية. كان هناك مرشحين كثر من حزب الخضر من الجاليات العربية، ولكن لا يعني هذا أن وجود العرب كبير داخل الحزب، بقدر ما أن معايير اختيار المرشحين في الأحزاب التي لا فرصها في الوصول إلى السلطة قليلة، يكون اختيارها للمرشحين أسهل، دخول مرشحين من جاليات أخرى أسهل من الأحزاب التي فرصها للوصول. جمال عارف تريد أن تتكلم لك لحظة صغيرة، أعطيك مثال بسيط. 2015 هناك الكثير من النواب الليبراليين حاليا
لو كانت فرص الحزب، لو كانوا يعرفون أن فرص الحزب الليبرالي في 2015 بالوصول كانت جيدة لما كانوا نوابا الآن في البرلمان. هنالك كثير حتى من أبناء جاليتنا، ولن أسمي أحدا، تم ترشيحهم لأن الحزب الليبرالي كان يبحث عن مرشحين. ولكن في 2019 عندما أصبح الحزب الليبرالي هو في السلطة وفرصه بالفوز من جديد كبيرة جدا، أصبح الحزب الليبرالي كما يقولون عندنا بالعربية يتغنج، أصبح يختار والمعايير الاختيار صعبة. بينما نرى أن الحزب الخضر بما أنه حزب جديد واحتمالات وصول إلى السلطة قليلة، كثير من الناس الذين يريدون أن يجربوا حظوظهم أو يأخذوا الخبرة، أو ومنهم من هو كذلك عن فكر وعن قناعة وعقيدة، يدخلون في حزب الخضر. لذلك أنا لا أتصور أن نسبة عدد المرشحين في حزب الخضر من الجالية فعلا يمثل وجود الأبناء الجالية في صفوف الحزب. هذا شيء مهم. والدكتور نور بإمكانه، عنده أرقام أكثر مني، بإمكانه أن يصحح. عندك أرقام دكتور؟ كان هنالك مرشحين كثر لأبناء الجالية العربية في الانتخابات الماضية تحت مظلة حزب الخضر. يعني يمكن أن نسمي 5 أو 6 في كيبيك مثلاً. ساري ماضي في لافال زيل. كان هنالك رايدينغز ثانية. كان رئيس حزب الخضر وما زال في منطقة كيبيك على المستوى الفيدرالي رالف شين لبناني. كان مريم حداد كانت مرشحة عندنا في المنطقة. مريم حداد التي مرشحة الآن في لزعامة الحزب، كانت وهي سورية الأصل، كانت مرشحة عن حزب الخضر. ناهد الشوى من أصول فلسطينية كانت مرشحة عن حزب الخضر. كان الشاب الغزاوي من أصول جزائرية مرشح عن حزب الخضر ضد الوزير ستيفان ديبو. فكان هنالك عدد كبير من المرشحين في المرة التي فاتت، وأتوقع أن يكون هنالك عدد أكبر من أبناء الجالية العربية ليترشحون عن حزب الخضر في المنطقة. طبعا يعني هاي نقطة مهمة جدا، اللي هو عدد كيف انخراط الجالية العربية داخل الحزب، وبالتالي هذا يعكس صورة الترشيح من الحزب. وأتوقع أنه كل هاي الحلقات اللي احنا بنسويها والدكتور نور والمهندس حسن بيحكوا أنه احنا لازم ننخرط بالعمل السياسي بغض النظر عن الحزب اللي سننتمي له حسب الأيديولوجية اللي بنقتنع فيها وطريقة تفكير الحزب وقربه لنا. لكن السؤال الآن، بما أنه إحنا بنحكي أنه للأسف عدد العرب أو نسبة العرب، بدناش نحكي العدد لأنه النسبة هون مش كبيرة كثير داخل الحزب الخضر الكندي، مع أنه هو من الأحزاب اللي لها أيديولوجية رائعة، قد يكون ضعفه. لكن الدكتور نور حكى في المرة القادمة الماضية أنه أفضل وقت ندخل الحزب هو لما يكون ضعيف، لأنه لما يكون قوي زي ما حكى الأستاذ مهندس حسن بصير يتأمر، أنا أنت بدي إياك، أنت بديش إياك. ففعلا يعني وجودنا في بعض الأحزاب إشي مهم. أنا سؤالي، يمكن بما أنه الحزب هذا يميل أكثرا إلى اليسار، ما هي نظرة هذا الحزب إلى العرب داخل كندا؟ احنا حكينا شوية عن خارج كندا، لكن داخل كندا كيف ننظر إلى موضوع العنصرية ضد العرب والمسلمين أو الإسلاموفوبيا؟ هل هناك في توجه داخل الحزب لهذا الشيء؟ السؤال لمن؟ لي أم دكتور ريمان؟ مهندس حسن. بشكل عام هذا الحزب كما هو بشكل عام حزب يساري، وحزب يؤيد التعددية ويؤيد حقوق الإنسان والمساواة. وبالتالي أن العرب داخل الحزب كالأقليات الأخرى، يعني لا أتصور أنه عنده سياسة خاصة بالعرب أو خاصة بالمسلمين أو خاصة بكذا. ولكن بما أنه حزب يدعو للمساواة، إذن الذي أعرفه أن الناس تجد نفسها عندما نتحدث عن التوجهات العقائدية أو الفكرية، الناس يكونوا مرتاحين داخل هذا الحزب عندما يكونوا ينتمون إلى الأقليات. المشكلة التي يعانيها الحزب مع الأقليات بشكل عام، مع أن سياساته
تساعد الأقليات على جميع الجهات، سواء السياسة الخارجية أو سياسة الهجرة أو اللجوء أو حقوق الإنسان، ولكن بشكل عام الجاليات وبما فيها الجالية العربية تأتي إلى هنا وهي لا تزال خائفة، متخوفة على مستقبلها ومستقبل أولادها ومستقبل كذا، وبذلك تريد أن تضع كل البيض الذي معها في سلة واحدة، وهذه السلة هي سلة الحزب الليبرالي. يعني عندما تحاول أن تقنع كثيرين، لا أريد أن أقول الجميع، لأن هناك الكثيرون كما تفضل الدكتور نور، وأعرف كثيرين منهم شخصيا كانوا مترشحين مع الحزب الخضر، ولكن الجالية ككل بشكل عام نجد أن رموز الجالية أو قيادات الجالية أو النشيطين في الجالية يميلون بشكل عام إلى الحزب الليبرالي. حتى حصلت عندنا حوادث في مونريال، بعض الأحيان مرشحين كانوا من أصول عربية مع أحزاب أخرى، والناس أبناء الجالية نفسها صوتوا بشكل عام مع الحزب الليبرالي، كما قلنا تصويت استراتيجي، لأنهم لا يريدون أن يصل الحزب حزب المحافظين إلى السلطة. كثيرون منهم، ومنهم من تحدث معي شخصيا، كانوا يخافون أنهم سيطلبوا منهم بحمل حقائبهم والتوجه إلى المطار إذا نجح الحزب المحافظين في السلطة. طبعا نعرف أن هذا الكلام كلام مبالغ فيه، ولكن ماذا بإمكانك أن تفعل أمام التخوف؟ وكثيرا من الأحيان التخوف الذي هنالك من يشعل جدوته، يعني هنالك من يلعب على وتر هذه الحساسية ووتر هذا التخوف، وبالتالي الناس بدل أن تصوت مع عقيدتها أو مستقبلها بشكل عام أو حرية الفكر تذهب لتصوت مع أصحاب السلطة. تذكرني دائما بمقولة الفرزدق عندما قال للحسين: سيوف قلوبهم معك وسيوفهم عليك. قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ونرى هذا ما بالنسبة للجالية بشكل عام، وبالنسبة للأقليات ليس فقط لجالياتنا، نرى هذا عند جاليات كثيرة. ترى أن وإن كانت اقتنعت أن سياسة هذا، يعني لا تنظر كما نقول بحيادية للبرامج بقدر ما تنظر أنا مصلحتي أن يصل الحزب الليبرالي للسلطة، لأنه أخف الضررين. نعم، اسمح لي مهندس حسن، أنا أتوجه بالسؤال للدكتور نور. يعني دكتور نور، وأنت على رأس منظمة مهمة، منظمة عربية هي المنظمة الوحيدة التي تتحدث في السياسة، والتي أظن أنه يحق لها أن تتحدث بالسياسة وتمثل العرب فيها. الآن هل ترى أنه ليس من حق الناس أن ينظروا إلى الاختيار الحزبي من منظور استراتيجي وتصويت استراتيجي؟ وإن كنت أنا عندي تحفظ على الكلمة، لكن هذا المصطلح الدارج، وأحيانا الأخطاء الشائعة يتداولها ولو كانت فيها تحفظات. فهذا التصويت الاستراتيجي ألا يحق للناس أن ينظروا إليه وعندهم هذه المخاوف؟ والحقيقة أن هذه المخاوف ليست وليدة يوم، وإنما هي ناتجة عن أحداث وناتجة عن يعني تجارب، احتكاكات وتجارب طيب. وتجارب واحتكاكات. الآن إذا أردنا أن نقول إنه هذا حزب الخضر أو الـ NDP هو الحزب الأقرب لنا من حيث المصالح ومن حيث المبادئ، ولكن في الأخير سيخسر ورقته ولا ينالنا إلا حقد حزبين بدل حزب واحد. إذا كنا نخاف من حزب واحد وهو المحافظين، وأنا هنا أتحدث عن المخاوف الشائعة ولا أجزم إن كانت حقيقية أو غير حقيقية، إذا كنا نخاف من هذا الحزب فسيصبح لدينا هاجس من حزبين بدل حزب واحد. فكيف وأنا أعرف أو وصل أو يعني وجدت مرة تعليق لك أنه كان تصويتك باتجاه الـ NDP، يعني استطعت أنك تأخذ هذا القرار، وأنا أظن أنه هذا القرار كان قرار جريء، إن كان هذا إن كنت ما قرأته صحيحا أنا أو خاطئا، هذا قرار جريء. هل يمكن أن تنصح اليوم لو كان لك القرار أن تنصح الجالية العربية أن تتوجه بالانتخاب لحزب الخضر أو الـ NDP وتترك الأحزاب الكبرى، وأنت تعلم أن
الأغلبية ستصوت لواحد من هذه الأحزاب الكبرى وسيكون هو على سدة الحكم، وبعد ذلك قد تجلب سخطه. فكيف تداور بين هذه المصالح وتنصح الناس فيها، ونحن نقول للناس صوتوا مع الحزب الأقرب لكم؟ سؤال مهم جدا أخي محمد. أريد أن أعود لما أشرت إليه سابقا وذكرنا فيه دكتور جمال، أن الأحزاب السياسية هي البورصة ستوك ماركت، وعلى أي جالية تريد أن تنخرط في العمل السياسي إذا أرادت أن تلعب دورا هاما في السياسة أن تدخل في الأحزاب الصاعدة. حزب الخضر قد كان أو قد أثبت على الأعوام 15 الماضية أنه حزب صاعد، وحصل في الانتخابات الماضية على أكثر من 1,000,000 صوت، وهو حزب يمكنه أن يربح في بعض الدوائر، وفيما زاد لو زاد عدد نوابه يمكنه أن يكون مؤثرا في السياسة. هذا أول. الجزء الثاني والذي أثبت فشل الانتخاب الاستراتيجي هو أن العرب بشكل عام وتخوفهم وكثير من الجاليات خوفا من فوز ستيفن هاربر مرة أخرى ذهبوا باتجاه التصويت للسيد ترودو، وفاز بحكومة أغلبية. عندما فاز بحكومة أغلبية حكم كديكتاتور. أعطيك مثل بسيط ولم يغير ساكن، هنالك 16 صوت بالنسبة لأبناء الجالية العربية، هنالك 16 صوت دوري في الأمم المتحدة بشأن فلسطين. كان كريتيان يصوت 14 مع فلسطين، وهذا كان زعيما للحزب الليبرالي. جاء بول مارتان وغير قليلا، جاء ستيفن هاربر وغير 14 صوتا ضد فلسطين مع إسرائيل. ربح السيد جوستان ترودو الانتخابات بأغلبية، وكان خوفنا من فوز ستيفن هاربر. ماذا غير ترودو؟ لأربع سنوات متتالية ولديه حكومة أغلبية صوت في الأمم المتحدة تماما كما صوت ستيفن هاربر، لم يغير ساكنا أبدا. طبعا دكتور نور، دكتور نور، هذا 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 الكلام لا يأتي على هوى الكثيرين من إخواننا العرب، والقول عن ترودو بأنه ديكتاتور، ويعني يحتاج إلى المزيد من الشواهد. يا سأعطيك الكثير من الشواهد. هذا أحد هذا أحد. بالنسبة للبيل سي 51، بيل سي 51 كانت قد وضعها ستيفن هاربر، لم يغير فيها الكثير، وجاء بأحد وزرائه بيل بلير الذي كان تشيف اوف بوليس بتورونتو، وهذا الشخص كان مسؤولا عن ما يسمى الكاردينج. الكاردينج في أونتاريو كان هو توقيف الناس في أكثر الأحيان بناء على لونهم أو بشرتهم أو أصولهم. كنا رأينا سيد جاجميت سينغ عندما كان نائبا في حكومة المقاطعة والآن في كزعيما لحزب الديمقراطي الجديد بكل جرأة يرفع الصوت ضد هذه الأمور. اليوم أخطر شيء في كندا هو حكومة أغلبية. الذي يخدم أبناء الجالية العربية هو حكومة أقلية في أغلب الأحيان، وعندما يكون الليبرال في الحكومة ويكون الحزب الديمقراطي الجديد أو حزب الخضر أو الاثنين معا يملكون ما يسمى البالانس أوف باور أو ترجيح الكفة التي يمكنها أن تغير المسارات. السيد ترودو غير صوتا واحدا بالنسبة لفلسطين، كان بضغط من الNDP، وهو بالنسبة للحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. على مدة 4 سنوات كان لديه حكومة أغلبية لم يغير أي صوت، غير صوتا واحدا عندما أصبح بحكومة أقلية. اليوم نرى أن ذراعه تلوى
مرة بعد أخرى في أمور كثيرة، لأن ليس لديه الأغلبية، وعلى والكثير يجمع أن السيد جاغميت سينغ مع 24 نائب هو أقوى بكثير من توماس مولكير عندما كان زعيما لحزب الـ NDP ولديه 100 ونائبين، لأنه كان عنده 100 ونائبين، لكن السيد ستيفن هاربر كان عنده حكومة أغلبية، كان يحكم دائما ولم يغير الأوبوزيشن أو حكومة الظل شيئا. أما الآن مع 24 نائب بحزب حزب الديمقراطي الجديد، هم يغيرون الكثير من سياسات كندا ويفرضون على رئيس الوزراء السيد جوستان ترودو. السيد جوستان ترودو في بداية الكوفيد 19 كان يطالب بأن يأخذ تاكس أند سبيند. دكتور نور، أنت بديت في السي 51. سأجاوب على هذا الموضوع. السيد جوستان ترودو كان يطالب بأن يكون لديه اليد الطولة في الصرف، منعه النواب من ذلك، ولو كان لديه حكومة أغلبية كان لم يستجب لأحد، وكان صرف كما وقال أنا لدي أغلبية في البرلمان ويمكنني أن أقرر ذلك وأن أقوم بذلك. كلنا لاحظنا اليوم ماذا يحصل ببلاك لايفز ماتر وقوانين العنصرية. رئيس الوزراء هو الزعيم الأقوى في البلد ويمكنه أن يغير في سياسات البلد. لم نرى تغييرا في السياسات الممنهجة داخل الحكومة بالنسبة لدور البوليس مثلا. تصور أن رئيسة الـ RCMP تقول أنه لا يوجد هنالك عنصرية ممنهجة داخل الـ RCMP، ومن ثم يأتي رئيس الوزراء بأنه سيقوم بدراسة ويكلف رئيسة الـ RCMP بالإشراف عليها. فرفض نواب الـ NDP والخضر ونواب آخرون. لا يمكنك أن تقول أنك ستحارب العنصرية وتأتي بشخص لا يعترف بوجود العنصرية الممنهجة داخل السلطة. فهنا عندما تأتي هذه الأحزاب يمكنها أن تغير. في الانتخابات الماضية كان هنالك خوف من فوز السيد شير، وأنا كنت أحد الناس الذين كانوا يلعبون دورا مع أبناء الجالية العربية. تمثلا في منطقة ميسيساغا كنا ندعم مرشحين الحزب الليبرالي على العلن، وكنا نشتغل معهم دوما، فيما لم أكن أصرح ذلك في العلن لأنه في أماكن أخرى كان هنالك خوف من أبناء الجالية العربية أن يذهبوا للتصويت الاستراتيجي دائما من حزب الليبرالي. لا، التصويت الاستراتيجي كان بهمنا أن لا يفوز السيد رودو بحكومة أغلبية ويحكم كما حكم السيد ستيفن هاربر. كان ستيفن هاربر يقال أنه يحكم من البرايم مينيسترز أوفيس دائما ويحكم كديكتاتور. السيد ترودو لم يغير شيء في هذا المنهج، زاد عدد الموظفين في البرايم مينيسترز أوفيس، أكثر من إدارة السياسات من البرايم مينيسترز أوفيس. هذا ما رأيناه في تدخل عندما استقالت وزيرة العدل والأتورني جنرال في حكومة السيد ترودو، وبعدها رئيسة التريجري بورد سيدة جين فيلبوت. هؤلاء السيدتين استقالتا من وزارة السيد ترودو للتدخلات زعامة الحزب مباشرة ومكتب رئيس الحزب، واستقال على أثارها السيد جيرالد باتس وهو سكرتير رئيس الوزراء والمسؤول عن سياسات مكتب رئيس الوزراء على هذا المنوال. فنحن لا نتجنى على أي أحد عندما نحلل في هذا المكان. أنا كنت لمدة طويلة فاعل في الحزب الليبرالي، وكنت مدير عام العلاقات الاستراتيجية في الحزب الليبرالي في العام 2008، وكنت أحد الذين لعبوا في الوور روم وحضروا لمؤتمرات داخل الحزب الليبرالي، مؤتمر فانكوفر، وأعرف كيف تطبخ الأمور وكيف تدار، ولا يمكن لأحد أن يزايد علي. كان الكثيرون الذين يقولون لي كيف تهاجم السيد ترودو على التلفاز،
لم يكن أحد على علاقة شخصية مباشرة مع السيد ترودو كما كنت أنا، كان في صداقة شخصية مباشرة مع السيد ترودو. ولكن عندما تصل إلى مراحل أنك تريد أن تمثل جالية، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبناء الجالية وليس الصداقات الشخصية أو مع هذا النائب أو مع ذلك الوزير أو مع هذا الزعيم. لن نتهاون في مواقفنا بالنسبة لمصالح أبناء الجالية، سنبقى دائما صوتا عاليا بتمثيل أبناء الجالية، وسنرفع القبعة لأي زعيم من زعماء الأحزاب عندما يقوم بسياسات تدعم أبناء الجالية، وسنسميه بالاسم عندما يقومون بسياسات قد تكون قد لا تكون في صالح أبناء الجالية. دكتور نور، علشان ما نفوت سؤال محمد عمارة عن C51، لأنه بدأت أنت في كلام وما استكملته، وبعدين ننتقل للمهندس حسن في سؤاله الآخر أو تعليقه الآخر بخصوص الـ NDP. تفضل دكتور. موضوع C51 عندما قام به السيد ستيفن هاربر، هو كان مشروع في البرلمان، كان يريد أن يعطي ميزات كثيرة للمخابرات الكندية وما إلى ذلك، وكانت قد تكون مؤثرة سلبا على كل أبناء الجاليات المهاجرة وبالتحديد أبناء العرب والمسلمين والسود. السيد ستيفن هاربر، السيد جاستن ترودو كزعيم للحزب الليبرالي قال أنه لن يغير هذه السياسة ولم يضعها في سلم أولوياته، مما حدا بأحد مرشحيه في هاليفاكس الذي كان في منطقة رابحة في الانتخابات أن يستقيل كمرشح اعتراضا على سياسة السيد ترودو، وأن يقول له هذا ليس من شيم الحزب الليبرالي أن نقوم بتلك السياسات. طيب أستاذ حسن، عندك كان تعليق وبعد ذلك نستكمل. تعليق بسيط، الدكتور نور تحدث عن مصلحة الجالية وأنا أؤيد بكلامي عن مصلحة الجالية، ولكن الحكومة، حكومة الأغلبية بشكل عام تتجه نحو التفرد بالسلطة، والتفرد بالسلطة لا يضر فقط أبناء الجالية. يعني دائما أنا أكرر أن نحن هنا نتصرف ككنديين من أصول عربية طبعا، ولنا اهتماماتنا كعرب طبعا، ولكن الذي نحن مواطنون في هذا البلد ككل الناس، لنا ما لغيرنا من حقوق وعلينا ما على غيرنا من واجبات. السلطة حكومة الأغلبية بشكل عام تدعو للتفرد بالسلطة، وكما نعرف أن السلطة تفسد والسلطة المطلقة تفسد بشكل مطلق. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. هنالك مبدأ في النظام البرلماني الكندي الذي ورثناه عن النظام البرلماني البريطاني، والذي يسمى التضامن البرلماني. يعني النائب في حزب معين لا يحق له أن يصوت ضد قرار يطرح في البرلمان من قبل الحزب الذي ينتمي له، وبالتالي النواب الذين ينتمون لحزب معين، ولا نريد أن نظلم الليبراليين ولا نريد أن نظلم غيرهم، يستطيع أن يمتنع بس صح؟ بإمكان، ولكن يمكن أن يكون هنا إذا كان هنالك أثر سلبي على نتيجة التصويت، بإمكان الحزب أن يجبره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كنا نراه في بعض النواب العرب كانوا لسبب أو لآخر عندما يكون المسألة مفضوحة جدا كانوا بإمكانهم أن يتغيبوا عن الجلسة، يتمارض أو يذهب إلى الحمام أو أي شيء. أما إذا كان مثلا التصويت مهم جدا للحزب ولمستقبل الحزب، يجبر كل الناس على الحضور وعلى التصويت كما أراد الحزب. وبالتالي عندما تكون عندك أغلبية في البرلمان وأنت تملك الأغلبية، لا تحتاج لأحد، مجموعة قليلة من الناس سواء في مكتب رئيس الوزراء أو في مكتب قيادة الحزب أو في مكتب الدائرة المهتمة بالاستراتيجية، هي التي تفرض وتقول للنواب صوتوا كذا وصوتوا كذا. بينما عندما يكون، وعرفناها من تاريخنا الكندي الطويل،
حكومات الأقلية بشكل عام، وهذه مسألة تاريخية لم يعد عندنا المتسع من الوقت لنعطي أمثلة، ولكن على مدى تاريخنا الطويل الحكومات الأقلية بشكل عام كانت تأتي بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطنين أكثر من حكومات الأكثرية. ونحن نراها الآن في كيبك. عندنا في كيبك هذه الحكومة حكومة أكثرية، وهو ليس فقط أنه عنده أكثرية النواب، ولكنه يضمن أكثرية التأييد الشعبي. استطلاعات الرأي تشير إلى أنه عنده احتمال كبير أن يفوز بالانتخابات القادمة، وبالتالي لا يعبأ بآراء الناس ولا يعبأ بحقوق الأقليات أو غير الأقليات، لأنه ليس عليه خطر. يعني كأنكما تقولان لنا أن التصويت الاستراتيجي الذي أقبل عليه جل العرب في الانتخابات كان خطأ استراتيجيا. لا أستطيع أن أتهم الناس بالخطأ، ولا أريد أن يأتي من صوت بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه ويقول حسن غيا يتهمني أنني أخطأت. كل الناس، ما طالما أنت صوت وكان ضميرك مرتاح فتصويتك فأنت على صواب، ولكن كل ما أطلبه من نفسي ومن الآخرين التريث والتفكير والتفكير بشكل إيجابي، والتعامل مع السياسات الكندية بشكل إيجابي، وألا نعيد هنا في كندا ما اعتدنا عليه بالتصفيق للزعيم في بلادنا. طيب أنا عفوا قبل جواب الدكتور نور، لأني أعلم أنه سيعلق على هذا الموضوع وأنا سأبقى في هذا الموضوع، حين نريد أن نوجه العرب بتوجيه منهجي، وإذا أردنا أن نقول أن مؤسسة معينة لنفرض أنها كاف تريد أن تضع قواعد وضغط ويكون للعرب لهم ثقل، بالتالي لن نترك الأمور بالشكل الفردي، يجب أن يكون هناك توجيهات. ولهذا أعود وأكرر سؤالي للدكتور نور الآن. أخي محمد دعني أجيب على هذه نقطة بسيطة. نعم سأترك لك الإجابة قبل أن نذهب للدكتور نور، لكن بسرعة. حقيقة هذا دائما الأمر يشغلنا، إذا كنا سنترك الناس يتحدثون بشكل فردي كما تفضلت أخي محمد، المفتاح هو كلمة منهجي الذي أقترحه أن يكون هنالك مثلا برنامج أسئلة توجه إلى المرشحين، ليس فقط إلى الأحزاب، إلى المرشحين أيضا، ويكون القرار دائرة بدائرة، من هو عنده حظ أكثر. مثلا إذا كانت في دائرة معينة المنافسة الأساسية ما بين فرضا حزب الديمقراطي الجديد والمحافظين، ويأتي شخص ويصوت للليبرالي لأنه لا يريد محافظين أن يصلوا للسلطة، هو ينفع الليبراليين لأنه يقطع الطريق أمام الحزب الديمقراطي الجديد. بينما في دائرة أخرى إذا كان المنافسة ما بين الليبراليين والمحافظين صوت الليبراليين. يعني أولا أسئلة توجه للأحزاب، يدرس برامج الأحزاب والأشخاص. يعني قد يأتيك مرشح عن حزب معين وأنت تعرف 100% أن هذا الشخص عدوك، يعني حتى وإن حمل راية الحزب الذي أنت ترتاح له أكثر. يعني يجب ألا تكون الأمور بشكل أنه إما أحمر أو أبيض أو أسود. لا يا أخي، في السياسة نستعمل ثقافتنا ونستعمل عقلنا وحكمتنا. في السياسة تحتاج إلى كياسة. ايوه نعم. ننتقل للدكتور نور. دكتور نور، انت تتحدث الان او ما هو مطلق الكلام فيه، احيانا نجد انه توجيهات منهجيه ولكنها تتحول بعدين الى ترك الناس يعملوا كما يشاءون بشكل فردي، وثم ننتقل للكلام بشكل استراتيجي، وبعده ننتقل للحديث عن تكتيكات وليست استراتيجيات. هذا شيء سؤال مهم جدا. نحن كجالية غير منخرطة وناشئة فيها، علينا أن نصعد السلم درجة درجة. التوجه الأول هو أن نحث الناس على التصويت في الانتخابات العامة، ومن ثم الانخراط في الأحزاب نقطة نقطة. التصويت في الانتخابات، يعني عندما تقول لأي شخص ما أريدك أن تصوت وأن تصوت لفلان أو لفلان، قد
يكون الأمر مزعج. علينا أن نلعب دوراً أساسياً بتثقيف الناس. هذا البرنامج هو جزء مهم من تثقيف الناس وإعطائهم معلومات. لا أريد أن أقول لأي شخص عليك أن تصوت في هذه الدائرة لهذا الشخص أو لهذا الشخص أو لهذا الحزب أو لهذا الحزب. اذهب وارمي ورقة في الانتخابات حتى لو كانت ورقة بيضاء، ولكن شارك في الانتخابات. ومن ثم مهم جدا أن يكون مشاركتك في الانتخابات أو مشاركتك في الانتخابات مشاركة فعالة وعن وعي كامل بالنسبة للانتخاب. بالنسبة لاختيار الأحزاب، في كل الأحزاب هنالك أناس جيدون. يعني أنا في الانتخابات الماضية كنت أحبذ في بعض الدوائر انتخاب المحافظين وكنا نسميه، وفي بعض الدوائر الأخرى كنا نحبذ الحزب الديمقراطي الجديد أو خضر، وفي بعض الدوائر كنا ضد الليبرال. علينا أن لا نكون أن نغطي عيوننا في الرمل. يعني في الحزب الليبرالي مثلا، إذا كنت أنا شخص عربي وتهمني قضايا، مثلا قضية يجمع عليها الجميع مثلا القضية الفلسطينية، هناك صهاينة في الحزب الليبرالي مثلا من أشد الأعداء لفلسطين. لا يمكنك لأحد من أبناء الجالية العربية أن تذهب لتصوت لذلك الشخص بمجرد أنه ليبرالي ضد المحافظين، وقد يكون مرشح حزب المحافظين أفضل من ذلك الشخص بكثير. أعطيك مثل بسيط. الأسبوع الماضي اتصل فيني شاب فلسطيني من منطقة نبيان، فقلت له عن هذا البرنامج وأن تكلمنا هذا الأسبوع عن حزب الخضر. قال لي أنا في الانتخابات الماضية صوتت لحزب الخضر. قلت له كان يجب أن تصوت لحزب الخضر في كل الدوائر إلا في الدائرة التي أنت فيها، لأن المرشح في دائرتك كان صهيونيا كبيرا، وهو الآن يرأس حزب الخضر واستقال من رئاسة حزب الخضر، لأن عندما وافق حزب الخضر على ترشيح ديمتري لاسكاريس اتهمه بمعاداة السامية وأنه هذا ضد إسرائيل وعليه أن لا يكون أن لا يوافق على ترشيح. عم تكلم عن جون لوكوك مثلا في منطقة نبيان، وأنبه حزب الخضر على تدخله لأنه بموقعه عليه أن لا يتدخل، أن يكون نيوترال بالنسبة للمرشحين لزعامة الحزب، لكنه ذهب إلى تويتر وفرض عليه الحزب أن يمحي ذلك تلك التغريدة وأن يقوم ب. فنحن علينا أن نوجه أبناء الجالية العربية. لا، في العام 2011 في الانتخابات العامة ذهب السيد زعيم الحزب الليبرالي أنذاك مايكل إغناتييف في المناظرة العامة وقال للجميع هنالك بابان، باب أزرق وباب أحمر. كان يقول أن الحزب المحافظين أو حزب الليبرال، وعليكم أن تصوتوا لأحد هذين البابين، لا يوجد باب ثالث. قام السيد جاك ليتون وقلب الطاولة وربح تلك المناظرة، وحزب الـNDP فاز بمئة ونائبان في البرلمان، وحزب الليبرال كان قد مني في أقصى هزيمة في تاريخه ونزل من 86 نائب إلى 34 نائب. كان أقصى هزيمة كانت له في العام 84 بـ40 نائب، هذه المرة نزل إلى 34 نائب. الانتخابات قد تتغير في الآونة الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة. في ذلك العام، العام 2011، كنا قد التقينا بالسيد جاك ليتون قبل الانتخابات بثلاث أسابيع. ذهب طلب مني أن أقوده إلى المطار، كان يريد الذهاب إلى فانكوفر. كلمني وقال لي حرفيا أنه في كيبك للمرة الأولى عندهم 9 دوائر انتخابية يركزون عليها، وإن شاء الله يربحون 5 منها. قبل الانتخابات في
لثلاثة أسابيع كان يتمنى أن يربح 5 نواب في كيبك. يوم الانتخابات ربح 59 نائب، شيء لم يكن يتوقعه. قد تتغير السياسة في يوم وليلة. قبل الانتخابات في العام 2015 بأسبوعين كان كنا نتكلم عن 3-way race، محافظين أو ليبرال أو NDP. NDP قالوا كانوا قاب قوسين أو أدنى عن من الوصول إلى السلطة بقيادة توماس مولكير. وجاءت قصة النقاب في كيبك وانقلبت على NDP، والليبرال كانوا قد لعبوها safe side بما يسمى، لم يأخذوا موقفا من دعم النقاب مثل ما أخذوه الـ NDP. دكتور نور، إحنا 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 هنخلي حلقة كاملة لموضوع طريقة الانتخاب. نعم. وأفضل طريقة ممكن نوصل فيها لأفضل نتائج بالنسبة لنا كمجتمع كندي في كندا، هذه حلقة تحتاج أكيد. صحيح. بدي في نفس الإطار دعني أقول كلمة واحدة. تفضل. نحن نتكلم، نريد أن نتكلم عن حزب الخضر. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتنا. حزب الخضر هو في تصاعد، وأحث أبناء الجالية العربية إلى أن يكونوا مؤثرين كما كانوا مؤثرين في حزب المحافظين أو NDP أو الليبرال بارتي. هنالك فرصة لأن نختار زعيم حزب الخضر ونحدد مسار هذا الحزب الصاعد، أو يكون لنا دور في تحديد مسار هذا الحزب الصاعد. هذا سؤالي القادم. أنا الآن نحن على أبواب انتخابات داخل الحزب ستحدد كثير من استراتيجية الحزب القادمة، والله أعلم متى سيكون عندنا انتخابات في كندا، خلال سنة سنتين أشهر، علمها عند ربي. لكن نظرتكم، ما هي نظرتكم الآن لمستقبل هذا الحزب في القريب وفي البعيد بمختصر، لأن الوقت أدركنا؟ معلش. حزب الخضر بعدة مقاعد، وإثباته أنه يمكنه أن يربح، فقد ربح في بعض المقاطعات وقد ربح في بعض البلديات مثل برنابي وفانكوفر، مرشحين عن حزب الخضر لمقاعد الكونسل. أثبت قدرته على الانتخاب، وعندما رأينا أن هذا الحزب يزداد عدد نوابه شيئا فشيئا، الانتخابات الماضية التصويت الاستراتيجي كان قد منع حزب الخضر من الفوز بسبع مقاعد إضافية. في حكومة مثل حكومة أقلية اليوم، وقد يكون وقد تكون استطلاعات الرأي تقول أن لا مجال لحزب المحافظين مثلا أن يربح حكومة أغلبية، فقد لا يلجأ الناس بنفس القوة إلى التصويت الاستراتيجي. ما حصل في العام 2015، الناس خافت من السيد ستيفن هاربر وذهبت إلى جوستان ترودو. لم يكن أداء السيد ترودو على نفس على آمال أو على قدر آمال الكثير من الكنديين. إذن تتوقع في زيادة في الأعداد الكندية الماضية مع حوالي 1.5 مليون صوت. حزب الخضر زاد عدد أصواته الكثير، تخطى 1 مليون صوت، أثبت وجوده كحزب صاعد، لديه عدد 3 نواب. اليوم هنالك هذا الحزب هو في تجدد، تغيير زعيم للحزب، أعضاء جدد في هذا الحزب. عادة ليدرشيب كونفنشن، لم يحصل هنالك انتخابات لزعامة الحزب منذ عام 2006. فعندما يكون هنالك انتخابات لزعامة الحزب وهنالك 10 مرشحين لزعامة الحزب، في العام 2006 كان هنالك 3 مرشحين لزعامة الحزب، اليوم هنالك 10 مرشحين لزعامة الحزب، هؤلاء الذين وفق عليهم. فنرى أن هنالك تجدد داخل الحزب بانضمام أعضاء كثر وجدد إلى الحزب. قد يصل حزب الخضر أكثر من 60,000 عضو، هذا ما لم يشهده في تاريخه، وقد يضعه على الخارطة كأحد الأحزاب الرئيسية الكندية. علينا أن لا ننسى أن حزب الخضر كان قد أبلى بلاء حسنا في دول كثيرة،
مثل إيرلندا وألمانيا كجزء من الحكومات، لأنه في حكومات ائتلافية. هذا قد يدفع ما يسمى بحزب الخضر عالميا إلى أن يكون له دور أكبر فأكبر. ما حصل بالكوفيد 19 والانحباس الذي عانينا منه جميعا كان له إيجابية أخرى على موضوع البيئة، وقد أثبت الكثير من حزب الخضر أنه يمكننا أن نشتغل من البيت، ويمكننا أن نخفف عبق السيارات وما يسمى بالكربون فوتبرينت أو تخفيف ثاني أكسيد الكربون. هذا سيعطي حزب الخضر دفعاً أكثر إلى المستقبل. الانتخابات القادمة ستكون في بين 26 سبتمبر و 3 أكتوبر. يحق لكل شخص كندي أو مهاجر أو لاجئ أو طالب داخل كندا بلغ من العمر 14 عاماً في 3 من سبتمبر، المهلة الأخيرة للانتساب إلى الحزب الخضر هو 3 من سبتمبر 2020. من الآن حتى 3 من سبتمبر من يبلغ من العمر 14 عاماً في 3 من سبتمبر يمكنه أن ينتمي إلى حزب الخضر قبل 3 من سبتمبر وينتخب أونلاين من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، والانتخاب سيكون one member one vote، يكون بحق لكل شخص أن ينتخب مباشرة، وهو بpreferential ballot بالترقيم، ترقم المرشحين من الواحد إلى عشرة إذا كانوا 10 مرشحين في ذلك الحين، وبعدها ينتخب زعيم الحزب. زعيم الحزب سيؤثر في سياسات الحزب العامة، وقد ينقل الحزب إلى أن يكون حزبا فعالا في المرحلة المقبلة. أعود وأكرر أن الأحزاب السياسية هي مثل البورصة، عليك أن تدخل إليها عندما تكون ليس في أوجها ولكن في صعودها. حزب الخضر هو حزب ناشئ، وإذا كان أبناء الجالية العربية يريدون أن يكون فعالين في حزب الخضر، هو حزب لديه مقعد على المناظرة العامة في الانتخابات، فيمكنك أن تطرح آراء، هذا آراء أبناء الجالية من داخل الحزب يكون لديه باع طويل وقوة في المناظرات العامة، وهذا كما أشار أخي حسن في البداية قد يدفع بعض الأحزاب الأخرى إلى أن تعدل سياساتها أو أن تأخذ في عين الاعتبار سياسات نحن ندعمها من داخل الحزب حزب الخضر. نعم. مهندس حسن، أين ترى الحزب في السنوات القريبة القادمة؟ أولاً أريد أن أوضح شيئاً بسيطاً قد غاب عن رأي أخي الدكتور نور. تاريخ 3 سبتمبر هو للانتساب للحزب، يعني يستطيع أن يصوت من انتسب للحزب قبل 3 من أيلول سبتمبر، والتصويت من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. أما قضية العمر يجب أن يكون عمره 14 سنة في 3 من أكتوبر، لأنه يقفل باب التصويت 3 أكتوبر، يجب أن يكون الشخص العضو الجديد قد بلغ 14 عاما قبل 3 أكتوبر. شكرا. قد تكون مسألة طفيفة، ولكن تعرف نحن المحامون يعني نركز على الديتيل. يعني احنا مسموح لنا بدون مشكلة. عمرك 14؟ يعني اضربها بثلاثة أو أربعة. طيب يعني بشكل عام لا أتصور أن أحدا منا عنده كما يقولون يستطيع أن يضرب بالمندل أو يعرف الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن بإمكاننا أن نراقب الساحة كما هي ونحلل كما هي. الآن السيد تريدو ينفق ك
كما قلنا في بعض الحلقات الماضية، كمن لا يخاف الفقر، ينفق كمن لا يخشى الفقر، يعطي شيكات يمينا ويسارا. وبالتالي أنا شخصيا أتوقع، وقد أكون مخطئا، ولكنني أتوقع أنه ستكون هنالك حملة انتخابية قريبا، سيحاول الليبراليون أن يفوزوا بحكومة أكثرية، مستفيدين من الإعلام الذي هو لصالحهم في هذه الأيام. الناس ترى تريدو يوميا على التلفاز، بينما المعارضة بجميع أطيافها شبه غائبة عن الإعلام، يعملون ويؤثرون كما قال الدكتور نور في رسم السياسات التي يتبعها الحزب الليبرالي، لأنه في حزب في حكومة أقلية. ولكن الذي يأتي ويوقع على الشيك ويعطي الأخبار السارة للناس أنه سيدفع لهم هو الحزب الليبرالي، وبالتالي احتمال كبير أن تطلق حملة انتخابية قريبة. وكما قال الدكتور نور أيضا، الانتخابات قد تغير كثيرا، ولكن إذا كان الوضع كما هو الآن، المحافظون ضعفاء جدا، الليبراليون أقوياء جدا، ستشجع الحزب الليبرالي على الذهاب للانتخابات، وقد تضعف فرص التصويت الاستراتيجي. لأن الناس الذين صوتوا استراتيجيا صوتوا، لم يصوتوا حسب آمالهم، وإنما صوتوا حسب خوفهم، يعني كانوا يخافون من حزب المحافظين فصوتوا للليبراليين. بينما إذا لم يكن هذا الخطر كبيرا، وهذا كما حصل عام 2015 أيضا، وفي في تاريخنا هنا في كيبك كان دائما الناس تصوت ضد حزب هذا الحزب أو ذاك، ليرى من هو مع الانفصال كيبك ومن هو ضد انفصال كيبك. كانوا يتغاضون عن كثير من البرامج الانتخابية، كانت البرامج الانتخابية في كيبك تختزل بمسألة هل أنت فيدرالي مع الوحدة الكندية أم أنك مع انفصال كيبك. يعني يذكرني فيما كنا نسمعه عندما كنا صغارا في العالم العربي، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وبالتالي الآن تفضل أستاذ حسن، الآن لأنه تحدثنا عن الانتخابات ستأخذنا إلى يعني موضوع الانتخابات نحتاج فيه حلقة كبيرة، كيف سيستفيد حزب الخضر، حتى نكون مركزين على حزب الخضر، كيف سيستفيد حزب الخضر من المناخ هذا التي تحدثت عنه، وكيف ستفسر أو تحلل مستقبل حزب الخضر بناء على هذه المعطيات؟ المعطيات التي أمامنا هو العمر. حزب الخضر بما أنه كما قلنا حزب حديث، ولكن كذلك قسم كبير من أتباع أو مناصري حزب الخضر هم الشباب، عنصر الشباب أكثر حيوية وديناميكية. إذا استغل هذه الفرصة، إذا استغل الدعاية التي يحظى بها برغم كل شيء حول المؤتمر الجديد أو حول انتخابات الزعامة الجديدة، والتأثير كما تفضل الدكتور نور، التأثير الإيجابي لهذه الجائحة على البيئة، واستعمل يعني الحزب الخضر هو أكثر الأحزاب الذي يستطيع وعنده المصداقية من استغلال مسألة البيئة. إذا استغل مسألة البيئة أكثر وعنده مصداقية أكثر من غيره، بإمكانه أن يخترق في كثير من المناطق. هل بإمكانه أن يشكل الحكومة؟ هذا ما أستبعده، ولكن على الأقل كما شاهدنا من حسب التاريخ، وبدأ عام 1983 شيئا فشيئا كان يزيد عدد أصواته، عدد وجوده في المحافظات. عندما ابتدأ في شرق كندا، الآن هو موجود في كل أنحاء كندا. عندما بدأ لم يكن يستطيع أن يجد مرشحين في كل الدوائر، الآن عنده مرشحون في كل دوائر كندا. عندما نرى المرشحين لزعامة الحزب، عندك 10 أشخاص، 5 نساء و5 رجال من أنحاء عديدة من كندا، وأشخاص عندما ترى السيرة الذاتية، يعني فعلا سيرهم الذاتية تبهر، يعني لا يأتي فقط الساقطون أو الفاشلون في الحياة، ترى بهم المحامون والأطباء والنواب السابقون ويعني والخبراء في هذا في 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 إحدى السيدات دكتورة في علم الفضاء. يعني ترى أن الناس الذين يتنافسون على زعامة الحزب الليبرالي الحزب الخضر هم
من الخاصة، لا نقول أنهم من الناس الذين لم يجدوا عملا غير السياسة فذهبوا للسياسة. نجد أن هنالك في نوعا من النخبة، ولكن النخبة وحدها لا تفوز بالانتخابات. والسياسة ليس عليها كبير، خاصة لما تكون ديمقراطية. أتوقع يعني لو جاهم شخص كجاك ليتن ممكن أنهم يسووا شيء. أيوة طبعا، هي الزعامة ليست فقط بالمعلومات، قد تجد شخصا عنده معلومات كثيرة جدا جدا ولا يعرف كيف يوصلها للناس، أو على الأقل ليس عنده الكاريزما أو طريقة التحدث إلى الناس، قد لا يستطيع أن يصل الحزب. يعني مثلا نعطي دكتور نور تكلم عن إغناكسيف، كان من 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 الفطاحل كأستاذ جامعة وككاتب وكذا، ولكن في الانتخابات فشلا ذريعا. تجد شخص ككريتيان مثلا لم يكن أحد يأخذه على محمل الجد، حتى هو نفسه كان يضحك من نفسه، يقول الابتقاد شاونيغان، الطفل الصغير من شاونيغان، وكان من أنجح رؤساء وزراء كندا. يعني المسألة ليست مسألة شهادات جامعية وليست مسألة معلومات بقدر ما هي كذلك زعامة، ولكن مجرد وجود هذه الشريحة من الناس الذين يتنافسون على زعامة الحزب الخضر توحي أن الحزب عنده مستقبل، وإلا هؤلاء الناس لا يضحون بمستقبلهم من أجل حزب يسير نحو الفشل. نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خير. نتمنى للحزب طبعا لكل الأحزاب الخير، نتمنى لهم الأفضل بحيث أنهم يمثلوا الشعب بأفضل طريقة، لأنه مصلحتنا أنه يكون عندنا الأفضل دائما في هذه الأحزاب، حتى يستطيع أن يمثل الشعب بأفضل طريقة ويأخذ قرارات صحيحة تفيد الأمة بشكل كامل. احنا شرفت حلقتنا على الانتهاء، حابب اشكر كلا الضيفين اللي صاروا من اهل البيت وليس ضيفين. هنستكمل معكم ان شاء الله اللقاءات الاسبوع القادم. ما اعرفش استاذ محمد، دكتور نور، مهندس حسن، اذا عندكم اي اضافات سريعه قبل ما ننهي الحلقه. اضافه سريعه بالنسبه لابناء الجاليه العربيه، اليوم انتخابات زعامة حزب الخضر هي من أهم الانتخابات في كندا. قد يكون هنالك انتخابات سريعة كما أثار أخي حسن، وعندما يكون هنالك حزب خارج من انتخابات زعامة الحزب، أي زعيم للحزب يحظى بوجود إعلامي ويحظى بما يسمى بالهانيمون أو شهر العسل، وهذا قد يمتد إلى أشهر طويلة حسب قوة ذلك الشخص وقوة سياساته وزعامته وحضوره أو حضورها الإعلامي. فقد يكون حزب الخضر هو أحد الأحزاب المؤثرة، لأن الحزبين اللذين بدأنا بهما حزب المحافظين وحزب الخضر هما عندهما انتخابات لزعامة الحزب. حزب المحافظين يعني قد فيما لو فاز السيد إيرن أوتول أو السيد بيتر مكي هما ليسا جديدين على السياسة، وسيصنفان بشكل سريع من قبل الإعلام الكندي والإعلام العالمي. أما بالنسبة لحزب الخضر فلم يكن أي من المرشحين منتخبا باستثناء أحد المرشحين الذي جاء من الحزب الليبرالي في أونتاريو، وهل هو الآن مرشح على زعامة حزب الخضر. أما الجميع المرشحين فهم لديهم باع داخل حزب الخضر، لا يعرفون كسياسيين، وقد يكون عندهم شهر عسل طويل قد يمنحهم فرصة كبيرة في الانتخابات البقلمة المقبلة متى ما كانت، وقد تكون سريعة. أستاذ حسن، عندك الإضافة الوحيدة وهي مجرد تذكير أن نشارك، يعني علينا أن نشارك بطريقة أو بأخرى
يعني لا أقول شاركوا فقط في حزب الخضر، إذا كنت ترتاح لسياسة حزب الخضر فشارك في حزب الخضر، إذا كنت ترتاح لحزب آخر شارك بهذا الحزب، ولكن علينا أن نشارك وعلينا أن نظهر لأنفسنا وللآخرين ولأبنائنا أننا أعضاء فاعلون في هذا المجتمع، وأن لنا تأثيرنا، ليس فقط نتأثر بالمجتمع، لنا نستطيع أن نؤثر في المجتمع أيضا، وعلينا ألا نضيع هذه الفرصة على أنفسنا. حتى كما قال الدكتور نور عدة مرات، عندما تذهب وتصوت ما من أحد لا يرى أحد لمن صوت، ولكن على الأقل في لوائح تطب بعض الانتخابات يرون من صوت، صوت نور، محمد، جمال، حسن، يرون أن هنالك 100 صوت أو 1000 صوت أو 50 صوت في هذه الدائرة أو تلك الدائرة بأسمائهم عربية، وبالتالي سيحسبون لنا حسابا. أما أن نجلس في بيوتنا، أنا كثيرون من الناس عندما كنت في الحملة الانتخابية كثيرون منا قالوا لي أن جماعتكم لا يصوتون، لا ينتخبون، لا يحضرون. وعندما أنت يعني لماذا يهتم بنا السياسيون؟ السياسي هو في السياسة يريد أن ينتخب، صوت يريدك أنت بالنسبة له سلعة، أنت بالنسبة له صوت. لا. إذا كنت لا تصوت لماذا يضيع وقته معك؟ لماذا يهتم بقضاياك؟ فإذا علينا أن نظهر لأنفسنا وللآخرين أننا صوت فاعل، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار في الانتخابات القادمة، سواء كانت على المستوى البلدي أو مستوى المقاطعة أو مستوى إدارات المدارس أو حتى المستوى الفيدرالي. وشكرا جزيلا لجميع المستمعين و الدكتور نور والدكتور جمال والأستاذ محمد على صبركم وتعاونكم. شكرا لكم. أضيف نقطة أخيرة بهذا المضمار، إضافة إلى ما قاله أخي حسن، في الانتخابات علينا أن نكون موجودين. يمكنني أن أزعم أن أبناء الجالية العربية هم في تحسن دائم في الانتخاب وفي الانخراط في الأحزاب، هذا رأيناه في انتخابات زعامة الحزب في الليبرال بارتي بأونتاريو، سنراه في انتخابات زعامة الحزب في المحافظين، عدد لا يستهان به من أبناء الجالية العربية الذين سجلوا هم مشاركون، ويمكننا أزعم أن عدد أعضاء أبناء الجالية العربية في حزب الخضر يزداد يوما بعد يوم، وأنا متابع بشكل يومي لهذا الشيء. في الانتخابات هنالك ثلاث أشياء الذي ينظر إليها المرشح لك: صوتك، فمهم جدا أن تكون موجود وأن تصوت. معظم الأحزاب العضوية فيها هي $10 في السنة، يعني تطلع تدفع $10 بالفيزا أونلاين وتصبح عضو لمدة سنة، ويمكنك أن تصوت لزعيم الحزب وأن تشارك في انتخابات الدائرة وأن تكون عضوا في هيئة الهيئة الإدارية في الدائرة، فهذا الصوت هو صوت مهم. الجزء الثاني هو الدعم المادي، إلى حد $400 تأخذ تاكس ريسيت يرجع لك 300 وقت التاكس، يعني أنت بتدفع $100 لأحد المرشحين بيرجع لك $75 منها، كأنها $25 رحت تغديت أو كل شاورما، فكلفتك هل أد $100 قد تنفع هذا المرشح وقد ترفعه إلى القائمة وتكون أنت في أرقامه الصعبة ومؤثر عليه في صوته. والجزء الثالث هو التطوع أو الفولنتير. كل الحملات الانتخابية، كل المرشحين يحتاجون إلى متطوعين في كل الدوائر. تروح على الويب سايت تبعه، مثلا مرشح ديمتري لاسكاريس، تروح teamdimitri.ca، فيك تسجل هونيك $10، وفيك تتبرع هونيك، وفيك تسجل كفولنتير أو متطوع، وبتساعد بأي شيء بتقدر عليه بفولنتير، ماني، وفوت. هذه ثلاث أشياء هم فاعلين وهم يغيرين في السياسة، وإذا قمنا بهم كجالية يمكننا أن نكون في مصاف الجاليات التي يحسب لها حساب. شكرا لكم جميعا، وشكرا لمشاهدينا ومستمعينا. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. الحقيقة
المعلومات على 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 قدر ما هي زخمة ومعلومات مهمة وكثيرة، إلا أنها معلومات لا نشعر بالوقت معكم وأنتم تتحدثون، يعني أجد تسلسل وأجد استرسال كيعني من حقيقة الناس مختصين يعرفون ماذا يقولون، متى يبدأون ومتى ينتهون. أشكركما على ما تتحفان به دائما من معلومات وطريقة سرد رائعة. لما كنت تتكلم وتقول I'm a good storyteller، أتوقع الدكتور نور حكاها ورد عليه المهندس حسن أو عكسها، حقيقة ما كنت أتصور أنه راح تكون very good في الشكل اللي أنا بشوفه من, من, من تحاور وتناغم بينكما. هو الدكتور نور قال فأجبت أنا، إذن وجدت منافسة قوية. وإحنا لا ننسى، نبقى على ذاكرتنا. فأنا أشكركم حقيقة. الأمر الآخر، هذه اللقاءات تتناول مواضيع هي مواضيع مهمة جدا، ربما لا تستهوي الكثيرين، ولكن نطمح ونطمع أن تستهوي الكثيرين. من خلال الطرح ومن خلال النقاش نتمنى إنه الكثير من إخواننا العرب اللي يرون أنهم بحاجة أن يكون لهم صوت حقيقي في كندا أن ينتبهوا لهذه البرامج ويحاولوا أن يتعلموا منها. هذه البرامج ليس من ورائها لا مال ولا جاه، هذه البرامج من ورائها، ولذلك بعض الإخوة تساءل وطلب بعض النواب الموجودين في الاستوديو ليس لهم مطمع ولا مطمح من خلال المعلومات اللي يعطونا اياها. فخلينا نبقى على هذه الحيادية، وبعد ذلك حين يكون هناك بعض الحلقات لمناقشة اعضاء الاحزاب باحزابهم، ربما يكون الدكتور نور والاستاذ حسن الى جانبنا هنا في الساحة في الاستوديو، ونتحاور مباشرة ونناقش مباشرة معا صاحب ذلك الفكر أو عضو ذلك الحزب بأبجدياته وأفكاره ومواقفه، حتى يعني يكون هناك وعي حقيقي وعام عند إخواننا وأصدقائنا وجاليتنا العربية. الكلمة الأخيرة، واسمحوا لي أني أطلت وأعتذر، أنه النقاش في هذه المواضيع فيها تداخل كثير، فيها تداخل في الجانب الاقتصادي والجانب التعليمي والجانب وجانب المصلحي للمهاجرين، ولكن في النهاية نحاول أن نصل إلى معادلة عادلة، معادلة عادلة تخدم وجودنا إحنا كمجتمع عربي في هذا المجتمع الكندي الكبير، وتكون جزء لا يتجزأ منه. لا نريد أن نكون متجزئين أو يجزئنا أحد أو يبعدنا أحد أو نبعد أنفسنا بأنفسنا دون أن ندري. نريد أن نكون فاعلين في الساحة، ولذلك نقوم بهذه اللقاءات. وأشكر الجميع، كل من يعمل على الساحة بأي شكل من الأشكال، وكل من يعمل لهذا الهدف. وأعود وأشكر ضيفينا الدكتور نور والمهندس حسن من جديد. شكرا جزيلا، وتصبحون على خير. تصبحون على خير. بنذكركم بحلقات غدا إن شاء الله، حتكون معنا الساعة 7 حلقة حكاية مهاجر مع إكرام، والساعة 9 إن شاء الله غدا سنتكلم عن الفولكلور، جمال الفولكلور والثقافة السريانية. فكونوا معنا في حلقتين متميزتين يوم غدا إن شاء الله. وما نقوله لكم، نراكم إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس الوقت عن حزب كندي جديد. والسلام عليكم. السلام عليكم.